مجدك، تبين مستواك، تشارك مع زملائك، تطور من مستواك، أمور كثيرة. وبرضه جبنا الفرق الثانية علشان نستفيد منها. اليوم ما أبغى أي شيء يسيء لا 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 ولا الإداري ولا الطواقم الفنية. رجال إذا مشاهدنا هذه الكرة وهذه اللقطة لركلة جزاء حاضرة هنا لصالح فريق النقطة. النقطة يبدأ المباراة، النقطة يبدأ المواجهة النهائية من علامة الجزاء. الضربة الأولى تأتي من علامة الجزاء، الكرة الأولى وصلت. أول أهداف المباراة، أول أهداف المواجهة. الأول حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. تعود هذه المحاولة على الجهة اليمين، الفرصة مواتية الآن لهذه المحاولة. حسن تنسري عرضية، جول ثالث لأبناء النخبة، جول ثالث لأبناء النخبة. وصل وسجل، وصل وعبر محمد الرقم 7. قال أرى هنا ملوح الرقم 7. لا زالت الآن التقدم بكرة خطيرة، يمضي معها المحاولة عرضية، الكرة في منطقة الجزاء. بدأوا بأول الأهداف ثم أكدوا بثاني الأهداف. النخبة يضع بصمته في المباراة منذ الوهلة الأولى، منذ الضربة الأولى. نهاية هذا اللقاء بفوز فريق النخبة وتحقيقه لقب هذه البطولة، بطولة يوم التأسيس في نادي المصير. ألف مبروك يعني لفريق النخبة، أرسل لأبناء بشكتاش. كنتم متابعين بالتالي معكم نازل حالتي في وصف تعليمي هذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حسن، يا سلام يا سلام. شكرا عبد الرحمن خليل بيرو، شكرا اشرف شركة سكاي والمصور في الجنوب هنا لبرنامج الدوري مع Oh.
حلوين 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 حلوين. هذه 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 هي الاخلاق، هذا هو المكسب الحقيقي. يا ابو ماجد يا هلا وغلا هلا وغلا هلا وغلا. توقعاتك بسرعة حبيبي، الله يجزاك خير بالتوفيق ان شاء الله. كواليس على مجهودك في كل حاجة تسويها حبيبي حبيبي يا شوف قائد السفينة. ترى استمتع فيها ويستمتع فيها المشاهد. كل التوفيق للفريقين، كل نفس التوقعات، كل يتمنى فوز فريقه بإذن الله الفوز. والله يوفق الجميع. من حقك، شكرا. صيد أبو ماجي، أنت مكسب هذه الدورة حسن الدوسري، ها؟ كيف وجدت الدورة؟ والله ممتاز جدا. وش بك زعلة؟ وش بك زعلة؟ يعطيك العافية يا عبد الإله. هلا والله. ما شاء الله تبارك الله، كيف وجدت الختام؟ الله يعطيك العافية، أنت بدأت وختمت ما شاء الله تبارك الله. يا أبو ماجد ما شاء الله عليك، ما قصرت. متى حسيت أن البطولة لك؟ بعد الهدف الثالث صراحة. بعد الهدف الثالث. أيوه. يعطيك العافية. الله يعافيك، بالتوفيق. أفراح أفراح عملوها أفراح أفراح عملوها. اليوم اللي تمرنوا ما ليس لعبكم نصيب، اللي تمرنوا وشاركوا هذه فرصة لكم أنكم تمرنتم وشاركتوا مع الشباب وفزتوا، وألف مبروك اللي فاز النهضة، وإن شاء الله نفوز باسم المصيف في الدورات الرسمية لنا. الله يوفقكم إن شاء الله. رئيس النادي أول شيء الله يبارك فيكم ويعطيك العافية. أول شيء قبل كل الكلام هذا تقول مبروك الشرف الفضيل وضعي أكبر منا إن شاء الله. حقيقة أنكم رفعتوا بالرأس وإن شاء الله الثمرة والسند اللي إحنا بالمستقبل إن شاء الله السنوات الجاية. ألف مبروك الفوز، الله يبارك فيكم، كسر خير في جمل حالكم، وهذا والله ديدا للشباب، وهذا أنتوا أولادنا أنتوا. تتقدم إدارة نادي المصيف بالمسقي بالتهنية للأمتين العربية والإسلامية ولجميع أندية وطننا الغالي، وأيضا للرياضيين. يتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس رابطة فرق أحياء عسير، بيض الله.